السادة الوزراء المحترمين هو هذا الذي وقع في ملاعبنا في الدار البيضاء، والذي كان مؤلما ومؤسفا، وهو فعل إجرامي كذلك، مس يعني عددا من أبنائنا، وكذلك تسبب في جرح عدد آخر، وتسبب في اعتقال عدد آخر، وأساء إلى صورة بلدنا وإلى الرياضة في بلدنا. فأريد أن أقول لكم أن الدولة يعني مصر على إيقاف هذا المد الإجرامي، دعونا نقولها بكل وضوح بكل صراحة، ما دام أصبحت تسقط فيه أرواح بشرية، والبحث على الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الواقع لإيقافه. ونريد أن يعني ننبه القائمين على هذا الأمر بصفة عامة إلى أن يراجعوا طريقة تدبيرهم لهذا الشأن، وينظروا إلى الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الأمور، ويعملوا من جهتهم على إيقافها. ونحن كذلك كدولة لا يمكن أن نتساهل في التلاعب بأرواح المواطنين أبرياء مرة أخرى ذهبوا ليستمتعوا بمشاهدة يعني مباراة في كرة القدم، فإذا بهم يعني يفقدون أرواحهم أو تفقدهم أسرهم، ويدخلون في متاهة الجروح والإعاقات والسجون. يعني إيقاف هذه الكرة في رأيي أهون من هذا. فأرجو أن يعني كل واحد يعني يستنتج الاستنتاجات التي يعني يجب أن يستنتجها يعني من هذا الكلام. وشكرا لكم.